يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده السادسه، تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. موسم طويل طويل طويل، موسم ممتد، حاله استثنائيه اعتقد انها مش ممكن تتكرر، بالذات بالنسبه للنادي الاهلي. خلص الموسم، حلو الكلام، نبتدي بدايه جديده. وقبل ما نبتدي بدايه جديده حابب اتكلم مع حضراتكم بهدوء شديد جدا وبموضوعيه شديده جدا وبدون عصبيه، واحنا بنقيم او بنشوف على مشوار النادي الاهلي الموسم ده النتائج بكل تاكيد غير مرضيه لكل جماهير النادي الاهلي. لكن بالارقام الحقيقه لما تشوف ارقام النادي الاهلي تعرف انه حتى وانت مش في افضل حالاتك انت ارقامك هي الافضل. بنتكلم على اقوى خط هجوم، بنتكلم على اقوى خط دفاع، بنتكلم على اقل فريق تعرض للخساره او الهزيمه في مباريات الدوري، بتتكلم على انه تفوق مباشر مع منافسينك في البطوله، بتتكلم على حاجات كثيره جدا ايجابيه، بتتكلم على اكتر فريق شارك ليه عدد من الشباب والناشئين، بتتكلم على اكتر عدد من الماتشات خاضتها لعيبه النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي، بنتكلم في بعض اللعيبه وصل عدد مشاركاتهم في الموسم ده 40 مباراه. حضرتك واخد بالك من رقم 40 مباراه سواء مع الاهلي او مع المنتخب، زياده عن بقيه اللعيبه في مصر كلها، وبالتالي ده بالتاكيد سبب من الاسباب. يعني الاهلي لو كان خرج مثلا من دور المجموعات في بطوله افريقيا كان ممكن النتيجه تختلف جمله وتفصيلا. يعني بالتاكيد الموسم اللي شفناه السنه دي مش هيتكرر السنه الجايه. العائق الوحيد اللي ممكن او المشكله الوحيده، واملنا كبير طبعا في مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام، وعندنا كلام عن الحكام والتحكيم في الموسم اللي جاي النهارده، الامل الوحيد انه يتم اصلاح المنظومه ويتم تطوير مستوى الحكام اللي كانوا سبب مباشر. انت بتتكلم على فرق نقاط لو الاهلي خد حقه في 3 4 ماتشات بس، ما بكلمكش في الموسم كله، في 3 4 ماتشات بس كانت فيهم اخطاء فادحه ومؤثره على نتيجه المباراه، كان ممكن جدا واحنا مش في احسن حالاتنا واحنا في كل الظروف المعاكسه دي تبقى النهارده بتتوج بلقب الدوري. لكن على كل الاحوال ما بنبصش على اللي فات، باصين اكتر على اللي جاي، والموسم اللي جاي ارتباطات مصر على المستوى الدولي مش كتير قوي، يعني ما فيش كاس عرب، ما فيش امم افريقيا، ما فيش تصفيات كاس عالم، وبالتالي تطمن انه مشاركات اللاعيبه الدوليه من النادي الاهلي مع منتخبات مصر مش هتكون بنفس الكم. العقبه الوحيده التحكيم، وانا بشوف انه الاهلي لو واقف على رجله لا تحكيم ولا غيره، يعني مش هتحسب لي هدف صحيح هجيب 2 و3، مش هتحسب لي ضربه جزاء هجيب 4 و5، هتساعد المنافس في نقاط انا مش هضيع نقاط، وبالتالي ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي باذن الله على مستوى افريقيا وعلى مستوى مصر بطولاتنا ان شاء الله باذن الله كلها باسم النادي الاهلي.